السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت رعاية وتشريف المولوي سامي نفتخر به ونرفع لأجله أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. نفتتح جميعا اليوم فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لبروسيا ماطا تحت شعار ماطا تراث أصيل ورافعة للتنمية المستدامة. وهذه أول دورة تقام بعد وفاة نقيب الشرفاء العالميين الأستاذ عبد الهادي بركة أكرم الله مثواه. لذا نلتمس منكم بكل محبة من الجميع الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على الروح الطاهرة التي أتمت احتفاء بتراث مغربي أصيل جامع لكل تلاوين الهوية الثقافية لبلاد المغرب. حيث أطفى مهرجان ماطا أيها الحضور الكرام فضاء شاملا يضم خصيصاء ثقافية خلقها الماضي حب الخيل والفارس، وهي مندرجة في رياضة ومنافسة شريفة حافظنا على إحيائها واستطعنا من خلالها الحفاظ على موروث الأجداد لتتناقله الأجيال وتتحمل مسؤولية مشاركته مع باقي قارات العالم. ولأجل ذلك ساهمنا في تعزيز هذه الرياضة النبيلة وإدماجها مستقبلا في خانة التراث الدولي لمنظمة اليوسكو بشراكة مع وزارة الثقافة، كما أن من فضاءات سباق الخيل الذي له ارتباط روحي بقطب الأقطاب مولانا عبد السلام بن مشيش قدس الله سره، وانتهاء عند فضاء معرض المنتوجات الفلاحية للإقليم الجبلي ولمختلف الأقاليم الأخرى التي تعرض أمام الضيوف الكرام.